السلاحف حيوانات هادئة وبطيئة، لكن هل تغيرت مع مرور الزمن وبدأت تتوحش وتطارد الفرائس؟ في الواقع يمكن أن تكون هذه المخلوقات الصغيرة مميتة في بعض الأحيان، فعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها قادرة على الدفاع عن نفسها ومهاجمة الحيوانات الكبيرة بشكل لا يصدق، وهذا ما سنراه في هذا الفيديو. هذا النوع من السلاحف ماهر جداً في صيد الفريسة تحت الماء، وهي السلحفات الوحيدة التي تستدرج فرائسها بفخ داخل فمها. لديها زائدة متحركة تشبه الدودة في فكها السفلي، تستخدمها كطعم لجذب الأسماك، وتعتبر الثعابين من بين الوجبات المفضلة لهذا النوع من السلاحف. هنا لقطات صادمة لسلحفات عاشبة وهي تطارد بإصرار شديد طائراً صغيراً سقط من عشه قبل أن تنقض عليه، وبعدها ابتلعته بالكامل. تحلت سلحفات مائية صغيرة لا يتجاوز حجمها كف اليد الواحدة بشجاعة. كانت تلك الشجاعة تضاهي أشرس مفترسي الغابات بعد تصديها لأسد أثناء شربه في بركة الماء لتجبره على التراجع. في الحقيقة ليس لدي أي فكرة عما يدور في رأس هذه السلحفاة، ولكن على ما يبدو فهي منزعجة من شرب الأسد في بركتها. يعتبر هذا المقطع من بين أحد أفضل هجمات السلاحف التي تم التقاطها بالكاميرا. كما تشاهدون، تمكنت هذه السلحفاة البرية من اصطياد ثعبان في مشهد رائع. حاول الثعبان الالتفاف حول السلحفاة كما يفعل عادة مع خصومه، واستمرت المعركة لبضع دقائق، لكن في الأخير استطاع الثعبان الإفلات من هذا الكابوس المرعب. تستخدم السلحفاة هذه الطريقة في خنق فرائسها الزاحفة كالثعابين، ويساعدها شكل القوقعة على حماية نفسها، وبالتالي يصعب على الحيوان المفترس إمساكه. وهنا مشهد آخر ومدهش. بعد خروج سلحفاة بحرية إلى خارج المياه لتصطاد حمامة وتفترسها، كان سرب من الحمام موجوداً على حافة النهر. عندما خرجت السلحفاة والتي لم تستشعر منها الحمامة خطرة، فاقتربت منها وانقضت عليها بقضمة سريعة قبل أن تسحبها إلى الماء وتغرقها. وهذا يدل على أن هذا النوع من السلاحف أكثر مرونة وشراسة داخل المياه، بحيث تستطيع اصطياد فرائس كبيرة من أجل إغراقها وافتراسها. يسرنا أن تخبرنا في التعليقات برأيك في سلوك هذه المخلوقات الرائعة، وإن كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالمقطع لكي يصلك كل جديد في عالم الحيوانات.